بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائنا مشاهدي القنوات الرياضية السعودية في هذه التغطية الخاصة التي نجريها مع الدراجين الحجاج القادمين من المملكة المتحدة إلى المشاعر المقدسة، وتحديدا نحن الآن في المدينة المنورة في المركز الإعلامي التابع لوزارة الثقافة والإعلام، فأهلا وسهلا بكم. الأخ محمد حسان حسين وهو من أحد المقاطعات البريطانية، هل لك أن تحدثنا عن تجربتك بالقدوم من خلال الدراجات؟ Can you please tell us about regarding your experience traveling using actually bicyclet? Alhamdulillah, it's been amazing journey for all of us. Personally, I'm not pro. ذكر أنه لم يكن من أحد المتفرغين أو المتخصصين في ركوب الدراجات، ولكنه كان كذلك مندفعا خلف هذه التجربة. المسافة سألته بعد ذلك عن المسافة التي قطعوها، وذكر أنها تقريبا 3000 كيلومتر، وفيما يتعلق بالفترة فقد كانت تقريبا 5 to 4 weeks. You said that during kilometers actually it was كانت تقريبا من 5 إلى 6 أسابيع. الحمد لله. I came in 2010 and I can see a lot. ليست هذه زيارته الأولى إلى المدينة المنورة، ولكن ما تميزت به زيارته هذه المرة إلى أنه عرف الأشياء أكثر فيما يتعلق بالمدينة المنورة، وقد أشاد بالتطورات التي تشهدها المدينة المنورة مقارنة بالمرة الأخيرة. ذكر أنه بالبداية يحب أن يستشهد بمقولة كانت للملاكم الأسطوري المسلم محمد علي عندما تحدث عن وجوب مواجهة التحديات التي يواجهها الشخص للوصول إلى غايته وأهدافه، كما استشهد كذلك بمقولته هو أنه من خلال تجربته التي مر بها يجب أن يكون هنالك وصولا للأهداف والتحديات التي يبنيها أو يواجهها أي أحد منا في حياته الخاصة. Especially from the one who the idea came, he said sometimes we have to be crazy. He said that. No. Yeah. Alhamdulillah, it was something that was planned. سألته بالبداية عن منطلق الفكرة، وقاطعني قائلا على أنه ربما أتى في بالك أنها كانت فكرة مجنونة، وأكدت هذه المعلومة أنه بالفعل سمعته من أحد الأخوة الدراجين الذي سنجري اللقاء معه، وهو من خلاله انطلقت فكرة القدوم من خلال الدراجة، عندما قال نصا بأنه يجب أن يكون ربما أحدنا مجنونا لكي نأتي من هناك حتى المشاعر المقدسة من خلال الدراجات الهوائية. فيما يتعلق بالسؤال الآخر الذي سألته، أنه ربما وخصوصا في بداية المشوار كان يتبادر إلى ذهنه أن يلغي الاستمرار مع الأخوة البقية نظرا لصعوبة المهمة، بينما وأكد ذلك ذكر نصا أنه بالفعل كانت تبادر إلى ذهنه لأكثر من مرة، ولكن عندما كان يشاهد الصورة الأكبر التي كانت متبقية في ذهنه وهي أداء حج بيت الله الحرام ونيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، فسهل الله عليهم بقية المهمة، وقد كانوا في خلال استعدادهم للقدوم كانوا يتمرنون لأسابيع عدة، وهذا مما ساعدهم من ناحية جسدية بالإضافة إلى الجوانب الروحية إلى أن يتموا هذه الرحلة. تقبل الله منهم جميعا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام. إن شاء الله. Same thing, brothers. Definitely, you have something special, a message, special message you would like to present it or pass it, or maybe international message you would like to say it. I think the main message what I'd like to say is that I think that Allah has created us for a test. We're on this dunya for a test, and life, the passage of time slowly erodes your life on the dunya. So if there's anything good to do in your community, whether it's helping the masjid, or the homeless people, wherever it may be,
inshallah, don't hesitate, just do it. Rectify and purify your intention, your ikhlas, make it pure for Allah, and just bismillah, do that deed to please Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept from you all, and thank you again. No problem. Thank you. Jazakallah khair. جزاك الله خيرا. سألته إن كانت هنالك رسالة خاصة يحب أن يوجهها من خلال قدومهم من خلال الدراجات. بالتأكيد أن هنالك كانت رسالة خاصة يرغبون بتقديمها أو رسالة عامة مشتركة يرغبون بتقديمها. فذكر أنه بالضبط كانت له هنالك كانت له رسالة أن يؤديها للأخوة المسلمين على وجه الخصوص إلى أن يقدم كل واحد منهم ما يستطيع من خدمة لهذا الدين الحنيف، إن كان في خدمة بيوت الله أو بقية الخدمات التي تقدم لصالح الإسلام أو للمسلمين. مستمرين معكم أعزائي المشاهدين إذن في لقاءاتنا مع الأخوة الدراجين القادمين من المملكة المتحدة إلى المشاعر المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، اسمي سيف الله وأنا إمام في إنجلترا. أنا أسكن في بلد صغير اسمها نورثهامبتون. هناك أنا إمام في المسجد، وأيضا أنا إمام في الكلية، وأيضا أنا إمام في المستشفى. ما شاء الله تبارك الله. كيف أتت الفكرة الخاصة بك لمشاركة الأخوة للقدوم من خلال الدراجة؟ في السنة الماضية أنا بدأت ركوب الدراجات، ولكن ما كنت ما أحسن ركوب الدراجات، لأني أكثر أنا أسبح، أنا السباحة. لكن بعض أصدقائي هم قالوا لي إن شاء الله إن نركب دراجاتنا وندعو الناس ونحوذهم على الخيرة خيرية، فإن شاء الله طال الناس إن شاء الله يساعدون إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي هذا المكان. فالحمد لله نشأت في ذلك، وبعد ذلك الحمد لله في هذه السنة في يناير أنا شفت على الواتساب الإعلان لركوب الحج، فقلت لنفسي ما شاء الله هذا كويس، ولكن مسافة بعيدة جدا. فقلت لنفسي إن شاء الله أنا أستخير الله، أستخير ربي، فاستخرت ربي في دعائي وفي الصلاة، وقلت في دعائي اللهم إن كان هذا خيرا لي فاقدره لي. ما شاء الله بعد أسبوع أسبوعين استزلت وقل للهاتف، وقال لي أخنا أبو الواحد الذي هو قائدنا، وقال ما شاء الله تقول كويس وكل شيء تمام، إن شاء الله ترى أنت تشاركنا. الحمد لله. الأخ عبد الواحد هو من انطلقت الفكرة من عنده صحيح؟ أيوة هو أصلا هو الذي هو بدأ بهذه الفكرة. طيب، هل أقنعكم بالفكرة أم أنت مثل ما ذكرت كان هنالك ربما دافع أبحث عن أن هذا الدافع الذي من خلاله أنت شخصيا عندما المسافة كما ذكرت مسافة طويلة، ما هو الدافع الذي جعلك تركب الدراجة وأنت جديد في ركوب الدراجة وتأتي؟ سبحان الله لا أدري، ولكن أنا قلت لنفسي الحمد لله الحمد لله فضل الله أنا ذهبت للحج أولا الحمد لله سابقا أيوة. فقلت لنفسي ولكن كنت مشغولا في مساعدتي في خدمتي والدي في الحج السابق، فقلت لنفسي إن شاء الله يمكن أن هذا الحج ولكن حجا خالصا لنفسي بيني وبين الله. ولما شفت الإعلان قلت لنفسي هذا ما شاء الله سفر طويل، ولكن إن شاء الله طال السفر ذات فرح ومقبول إن شاء الله، وإن شاء الله وسأشوف كثير من البلاد في العالم. فهذا ما شاء الله قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف الناس هم يعيشون يسكنون في فرنسا في سويسرلاند في يونان في إيطاليا في مصر. وأنا أشتاق إلى السفر، ولكن كما أنتم تعلمون أن السفر هي مخلف وأيضا تقول غالي. فالحمد لله انا امام، ولكن الحمد لله موظف مثلا كثير لا باس، ولكن غالي السفر غالي، يعني خاصه سفر لشهرين غالي جدا. مؤكدا ان خلال تريدون ان تستفيدوا او تستغلوا هذه الرحله من خلال الدراجات لتقديم رساله معينه. ايوه، ما هي رسالتك؟
أنت خاصة ورسالة المجموعة ككل. رسالتي للعالم بركوب الدرجات هي أن الله تعالى هو وفقنا وخلقنا بالله وخلقنا بأجنحة وخلقنا بأرجل وبهذه الأجنحة والجوارح نستطيع أن نعمل أعمال كثيرة أعمال صالحة وأعمال عجيبة إن شاء الله. ونحن مسلمون نحن نتوكل على الله فلأجل ذلك ينبغي لنا أن تكون أعمالنا أعجبة وأكثر أزمة من بقية الناس. فأريد أن أحث مسلمين العالم أن الله معنا أن الله يؤيدنا ويساعدنا وينصرنا في كل مكان وفي كل زمان. وهذه المسافة 3000 كيلومتر هذا صعب هذا جدا ولكن الحمد لله ما أنا بتعبان الحمد لله يعني أنا متهيئ لأن أركض درجاتي لي 100 كيلومتر اليوم لا بأس الحمد لله. وأيضا شفت كثير من آيات الله في سفرنا مثلا في آخر يومنا في مصر سافرنا من مكان إلى مكان على حوالي مسافتي حوالي 160 كيلومتر وذلك أيضا في الصحراء وهذا أيضا الريح كان شديدة عاصفة ولكن الحمد لله وصلنا في 5 ساعات في الحرارة وفي الريح العاصفة وصلنا ذلك من فضل الله علينا والحمد لله. في إذن هذا الإطار يسعدني أن يكون معي في هذه اللحظات أحد الأخوة الدراجين وهو مؤسس لأحد هذه المجموعات ومستقبلي الدراجين من المملكة المتحدة الأخ الكريم محمد حياك الله معنا في هذه الدقائق. في البداية عرفنا بك وبالجهة التطوعية التي تقدمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد السراني قائد ومؤسس مجموعة دراج طيبة مجموعة رياضية تطوعية. طبعا ولله الحمد بداية اللقاء مع الحجاج البريطانيين كان عن طريق كنا في رحلة في أوروبا في لندن تحديدا رحلة جي بي آي عدد 20 دراج سعودي. انطلاقت رحلتنا من لندن إلى ألمانيا فبالصدفة التقى فيهم الكابتن أحمد آل صوفان قائد ومؤسس مجموعة دراجي السعودية في المركز الإسلامي. فكان الحوار أنه كانوا يسولفوا عن أنه جايين للسعودية إن شاء الله بالدراجات الهوائية لغرض الحج ومن هناك تعرفنا على المجموعة وصار تسهيل الأمور لهم في المملكة العربية السعودية. أخوي محمد في لقائنا قبل ما أطلع فيه بالهواء ذكرت لي على أنه واجه الإخوان الدراجين القادمين من بريطانيا صعوبات الحصول على دراجاتهم من يبدو لي نقطة اليونان. كان لكم مجهودات خاصة مجهودات تطوعية خاصة فيكم أنتم كجروب لتسهيل مهمتهم هذه. طبعا هم يوم وصلوا اليونان أتوقع أنهم منعوا دخول دراجاتهم ما أعرف إيش الموضوع بالضبط فصار عندهم حزن أنه ما راح يكملوا رحلتهم فاضطروا أنهم يأخذوا السيارات. تمت الاستعانة طبعا في الكابتن أحمد آل صوفان فولله الحمد وفرنا لهم الدراجات على عددهم 9 دراجات وكملوا فيها انطلقتهم من جدة للمدينة المنورة. من حسابكم أنتم الخاص؟ أي دراجات المجموعة الخاصة عندنا فولله الحمد سهلنا لهم المهمة وواصلوا فيها. طيب أنا اللي أنا بفهمه هو العمل بالنهاية تطوعي يعني أنتم قدمتوا لهم الدراجات هذه هل في غاية تبحثون عنها ولا العمل بالنهاية تطوعي؟ العمل تطوعي بس كان في حزن شديد زي ما قلت لك في البداية إن هم هدفهم يكملوا رحلتهم من لندن نهايتها المدينة المنورة فجأة صار ما عندهم دراجات فتواصلوا مع الكابتن أحمد آل صوفان وقالوا إنه ما عندنا دراجات ومن الكلام هذا والله الحمد وفرناها لهم لغرض تحقيق هدفهم إنه يواصلوا في الدراجة من لندن إلى المدينة المنورة. يعني إحنا نقدر نقول إنه أنتم بفضل من الله سبحانه وتعالى أحد أهم أسباب اكتمال وبلورة الصورة النهائية لتواجد الحجاج البريطانيين الموجودين هنا. يعني اللي أنا بفهمه بالنهاية بدون تدخلكم هذا بدون مساعدتكم هذه
ربما الصورة الجميلة الرائعة اللي أو المشوار الطويل العريض والفترة اللي سووها يمكن ما اكتمل. لله الحمد. طبعا شركاء نجاح الدراجات في المملكة ساهموا كثير في هذا الموضوع، وإحنا ما كل اللي علينا أننا مكملين لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه في خدمة الحجاج، فهذا واجب علينا وأنه نقوم في خدمته. إحنا بالضبط هذا الدور اللي من خلاله جينا وحضرنا كوفد من القنوات الرياضية السعودية لإبراز هذه المجهودات وتذييل الصعوبات التي قمتم فيها أنتم أو بقية الجهات المشاركة في لحجاج بيت الله الحرام. مشاركين أنتم معهم كذلك في بقية الأيام الجاية؟ تقريبا هم نهاية رحلتهم اللي هم مخططين عليها المدينة المنورة، بعد كذا حيواصلوا مع الحملة إن شاء الله لمكة. في ترتيبات لهم إن شاء الله من الزملاء الرياضيين الدراجين في مكة، يسووا لهم إن شاء الله حفاوة استقبال تليق فيهم إن شاء الله. كنا معكم أعزائي مشاهدي القنوات الرياضية السعودية في تغطيتنا بمناسبة قدوم حجاج بيت الله الحرام الدراجين القادمين من المملكة المتحدة إلى المشاعر المقدسة، وتحديدا في المدينة المنورة في المركز الإعلامي التابع لوزارة الثقافة والإعلام. بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منكم.